الرجاله الاسم حسين ابو حجاج او الاسم الكامل حسين محمد حسن علي حجاج الشهر حسين ابو حجاج. السن 66 سنه. الاولاد هشام محمود ولاء ومصطفى وام مازن. تصنيع الكاوتش دوت من سنه 86 من عام 1986. كنت قبليها عندي عربيه بيجو بشتغل بيها اجره بين المنيا والقاهره. انقسمت الحوادث اللي كانت بتحصل في الزمن ده عشان الطريق كان فرداني كده، ما كانش فيه صحراوي شرقي ولا غربي، فقلت لها بطل قياده السيارات وافتح اي مشروع. فتحت مشروع الكاوتش ده في 86. دخلت عالم التمثيل، كان في هنا قدامي الورشه على طول قصر ثقافة بني مزار، وكان فيها الأستاذ عصام الفودي المخرج، فعمل فوازير القناة السابعة واختارني معاه أعمل خمس حلقات معاه في القناة في الفوازير. وحتى أنا قلت له ساعتها أنا ما بمثلش، قال لي ما تقولش هم أنا خليك تمثل. وفعلا خدنا معاه عملت خمس حلقات، وكانوا من أنجح خمس حلقات يعني. كان بعدها بقى رحت للأستاذ هاني رمزي. الأستاذ هاني رمزي خدني معاه فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وخدني معاه في فرقه البنات، وخدني معاه في ولا فنيه، وخدني معاه في الغبي منه فيه، وخدني معاه في حوالي ست سبع افلام لاستاذ هاني رمزي. وبدات بعد كده اتعرفت من خلاله للمنتجين والمخرجين، بدا بعد كده يطلبوا. اهم حديث فيلم الناظر، اخر مسلسل مع صنور الشريف، بعديه الكبير قوي طبعا، ده البصمه الكبيره. عملت حوضه كرامه مع الاستاذ الجميل الاستاذ جلال الشرقاوي مع الفنان الكبير الاستاذ احمد ادم، وقعدت خمس سنين فيها، وكانت من انجح المسرحيات. بعد كده عملت مسرحيه شيء في صبري مع الفنان احمد بديل. انا قعدت شغال في الورشه الاول 20 سنه انا اللي بشتغل بايدي. بعد كده لما جيت التمثيل كان ربنا كرمني بقى محمود كبر وهشام كان كبر، فكانوا بيبقوا واقفين معايا. فلما انا بقيت اروح اشتغل في التمثيل هم كانوا مع الصناعيين الموجودين قايمين بالورشه، فانا بقى دوري اشراف بس، اروح اعمل شغل في القاهره وارجع على الورشه اكمل معاهم، وارجع من الورشه ما ارجعش على البيت، ارجع على الورشه من التمثيل ارجع على الورشه. انا ما سبتش الورشه خالص، ما سبتهاش من ساعه ما فتحت لحد ما قعد معاك دلوقتي، ما سبتش ورشه. اللي خلاني سبتها فترات كبيره بس عملي اللي كان في الكبير قوي، اللي كنت بقعد بالشهر متواصل عمل، وكنت لما بقى يوم ما فيش شغل فيه كنت باجي من القاهره على الورشه. انا عمري ما انفصلت عن الورشه ولا حاجه خدتني من الورشه، وبالرغم من محبه الناس وشهره الناس وكل الكلام ده كله ما حدش خدني من الورشه ولا سبتها يوم، لان هي رقم واحد، وهي انا عندي ولادي كلهم اتعلموا تعليم خاص من كي جي 1 لحد ثالثه اعدادي، بفضل الله اولا ثم للورشه. فمش مستعد ان انا الناس بتدور تعمل مشروع، انا ابوظ مشروع فمحتفظ بيه لحد دلوقتي. كل الناس بتشوفك بتبتسم، ده اول حاجه حلوه يعني، بمجرد واحد يشوفك بيبتسم ويضحك ودي حلوه يعني، احسن حد يشوفك كاش بقى الناس تشوفك وتبتسم، انت كنت كده شروفه يا مش عارف كده. فيلم الناظر كان يميخه، فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه قالوا اي، فكل حاجه كان ليها يعني بصمه في اللي انا عملتها. اتولدت كده، انا لقيت والدي كان فاتح الورشه بفضل الله من 86. الناس كده مثلا تبقى جايه مش واخده بالها وتقف مثلا، بيبقى من بره البلد مثلا وجاي عايز يزود ويبص كده ايه ده، ويشاور اللي معاه بص يلا الراجل كده بيقعد كده يبقى في ذهول تام، ايه ده طب هو هنا بيعمل ايه؟ بما يعرفش مثلا ان هو صاحب الورشه دي، او هو من بني مزار هنا، او هو من الاساس هنا كده، بيبقوا مذهولين. وفي ناس تبقى ماشيه تبقى لا 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 خد بالك يلا ولا ابو حجاج يلا انزل يا فضل انزل مش عارف ايه،
يا ميخا كده يعني، ويضحكوا هم ماشيين والحاج يقولوا السلام عليكم ويمشوا. الشغل بالنسبه للتمثيل بقى قليل، احنا كنا شغالين في مسلسل السنه اللي فاتت ووقف بسبب الكورونا. بلدنا سبحانه وتعالى بتعدي من الازمه بتاعت الكورونا وترجع لحياه طبيعيه تاني ان شاء الله، واشتغل عمل للاطفال، الاطفال بيحبوني جدا واشتغل عمل للاطفال.